صباح الخير، صباح السعادة والمحبة. أكيد وصلنا إلى فقرة الغداء، راح تكون هي عندي القوزي الدجاج مثل ما تشوفون عندي هنا. راح تكون عندي دجاجة هنا كاملة مسويها نصفين وخليناها بالسلق مالتها، وراح نشتغل ويا الدجاج، راح نشتغل البرياني الدجاج، وراح نشتغل اليوم السلطة الدجاج بالذرة والحامض. أكيد نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان والديكور، وتكون هاي الطبخة الحلوة برعاية مطعم وحدائق أغصان الزيتون. نجي هنا ناخذ المقادير بالبداية، أو ناخذ قوز الدجاج. عندي هنا دجاجة كاملة هتكون عندي، يعني هتكون 1 كيلو، ممكن 1.3 كيلو أو أي نوع من الدجاج الحجم مالته. سويها نصفين. رز عندي 1 كيلو، هكون عندي كشمش زائد الشعرية زائد مشكل البازاليا. حمص راح يكون عندي مسلوق، راح يكون عندي النوب بصله 3 حبة زائد ثوم 1 حبة، راح يكون عندي بهارات البرياني 3 ملعقة طعام كركم زائد الكاري، 1 ملعقة طعام الكزبرة ناشفة راح تكون أكيد ملعقة طعام عندي، جوزة الطيب 1 ملعقة طعام، ملح زائد سويتشيلي اللي هو راح يكون عندي الحار حلو اللي هو راح ندهن به يكون الدجاج حتى نخليه بالها. عندي هنا دجاجة كاملة نخليها بال، راح نشوفكم اول ما خلينا المي يفور عندنا يجهز، مي يفور يجهز عندنا، وخلينا بيه الدجاج هنا عندي نصفين مسويها. هنا دبيت ويا المي اول ما فار عندي شلنا الزفره اللي موجوده بيه، شلنا الزفره وراها خلينا نو بصله وخلينا الثوم وخلينا حبه من البصل، نحافظ على المي حتى شنو نطبخ بيه نطبخ بيه القوزي البرياني اللي موجود عندنا. نبلش، راح نضيف التتبيله اللي نريدها احنا. راح نجي ناخذ اول شيء ناخذ عندي هنا كركم، راح نضيف الكركم هنا، خلينا نص، راح نبقي خلينا تقريبا ملعقه، وخلينا تقريبا بقت ملعقه كوب من الكركم راح نضيفه ويا البرياني. راح نجي هنا نرجع مثل ما كان، راح ناخذ كزبره، ناخذ الكزبرة نضيف، خلينا شيء منها قليل حتى نخلي للبرياني. هنا عندي بهارات البرياني موجودة لأن المي نفسها راح يتبل، راح ناخذه ونخليه للتمن هنا. اوكي نجي هنا خلينا راح نضمه باقي حتى نستعمله. عندي هنا الكاري، راح نضيف الكاري بهذا الشكل، ضفنا الكاري. اوكي هنا عندي كمون، راح ناخذ من الكمون، نحتاج الباقي هنا. اوكي وهنا عندنا الثوم المهروس، راح نضيفه الثوم المهروس ويا الخضار اللي راح نخليها للبرياني الدجاج. اوكي ملح، ملحنا الدجاج حتى يكون الدجاجه تاخذ الملوحة، نخلي شيء ملح قليل للبرياني اللي موجود عندنا هنا. اوكي عندي هنا حبة ثوم وبصرة راح تكون عندي، راح تكون هنا عندي الثوم، وهنا عندي الكاري اللي نفس التوابل اللي ضفناها، راح يكون عندي هنا البرياني بقى موجود، وهنا الكزبرة. راح ناخذ من الهيل، هيل مطحون، راح نضيف هيل مطحون. الدجاجة نقعناها وغسلناها مي بارد، ورا المي بارد راح نقطعها نصفين، نقطعها نصفين ونخليها بالخل، نخليها تقريبا ساعة بالخل والملح وشوية مي بارد، ممكن ثلج البلول إذا عندنا موجود، نخليها تقريبا ساعة أو ساعتين نخليها وراها راح نسلقها، نطرد الزفرة اللي موجودة بيها. عندي ناس وجه راح يكون موجود، راح نسوي وجه للدجاجة، راح ناخذ شوية من جوزة الطيب، خلي شوية من جوزة الطيب ضفنا لهنا. اوكي وقلنا احنا ملحية وجاهزة، نجي نحرك البهارات اللي ضفناها، الدجاجة تتنسلق على راحتها. هسه هنا عندنا المي اللي ردناه تبل وجهز، ننتظر شوية على ما تسلق، راح نجي نشتغل بالبرياني اللي موجود عندنا هنا. اوكي تكون عندنا جاهزة. هسه نجي هنا نقطع شوية من شرائح البصل والفلفل، وراح نطبخ الشعريه والبازاليا.
هسه هنا اوكي شوي نعطي حراره اقوى تكون. نجي هنا عندنا الفلفل الاخضر والليمون. عدي شلونك عدي؟ تريد ليمون؟ هسه نعطيك ليمون اي. هنا شويه فلفل اخضر قطعه بهذا الشكل. خلينا حبه ثوم كامله تكون، بس قشرنا القشر الفوق الغلاف الغشاء اللي بيها وخليناها قبل حتى اي زفره اي شيء. هنا خلينا البصل. اوكي صار. هسه قطعنا البصل بهذا الشكل. اوكي هسه عندنا هنا راح نخلي البصل والفلفل بالجدر، راح نخليه بالجدر الثاني. اي والله. خلينا هذا الشكل هنا. اوكي خلينا حبه فلفل، ممكن تكون اختياري اللي هي تكون الفلفل. حمص بهذا الشكل لهنا. حلو عندي حبه نوم بصره، تكون موجوده حبه النوم بصره، ندوسها بهالشكل ونضيفها هنا. وانا مخلي هنا نوم بصره، ممكن نطعم المي والقوزي اللي موجود عندي. هسه نجي هنا حتى تكون الامور ماشيه. بريان لو تمن احمر بيكون هذا ما بينوى انه بصل اللي ضفته. فاحنا نحكي عن نوى، يقول ممكن اذا بمروره او هاي كثره النوى بصل هي، يعني اذا نخلي فد ثلاثه اربعه او خمسه من النوى بصله نخليه حذب بمروره النوى اللي بداخلها، يعني الكثره ممكن حبايه واحده او حبايتين ما حتاثر عندنا. هسه هنا اوكي حمصنا. فكرك. هسه هنا اوكي راح نخلي الهيل. طبعا انا هيل احبكم. خلينا هيل هون وخلينا بهارات البرياني، ضروري شويه تتحمص بهارات البرياني. راح نخلي الكركم، وكركم احبكم. حلو هنا عندي الكزبره الناشفه راح تكون موجوده عندي. حلو هنا. حلو عندي هنا شويه من الثوم مهروس راح نضيفه. ضفناه صارت الامور ماشيه عندنا. يمشي الامور تكون ماشيه عندنا. هسه هنا اوكي مثل ما شفتوا ضفناهن ونحرك بهذا الشكل ونقلب، والدجاج القوزي نسلق عندنا والامور اوكي. راح تكون ارقام الاسفل الشاشه، راح تكون ممكن اللي يحب يستفسر على اي طبق او اكله. وممكن انا اذكركم بالاطباق اللي دزيتوها، تكون اطباق حلوه وجميله. واحنا قلنا احب اذكر مره ثانيه وثالثه ورابعه، بان لا تدزوا لي اطباق هوايه، مثلا كل واحد يدز 10 اطباق وقل له اختار، انا ما راح اختار الطبق الا انتم تدزون طبق واحد، انتم تكون اختياركم انتم شغلكم، لان انا مقتنع به، مقتنع به هذا الطبق وراح ادزه واسمه الكامل واسم الطبق واسم المشتغله من اي منطقه، حتى من يكون على الشاشه راح تعرفون اللي هو طبقكم وانتم فزتوا به، راح يكون اجمل اطباق. انتم هسه انا تقريبا عندي 30 طبق، ممكن راح نطلع الطبق مالته اللي يطلع على الشاشه اللي هو يكون احلى طبق من الاطباق اللي اختاريناها، يعني يكون احلى 10 اطباق اختاريناها، راح نطلع طبق واحد من عندهم اللي يكون هو اجمل طبق. هسه نقلب لين نحمص. قلب عيني قلب حتى ريحة البرياني طيبة. عدي ذوق. هاك عدي عدي طبعا راد ليمونه، يقول ضروري تعطيني الليمونه. اوكي هاك عدي يلا بالعافيه عليك.
هسه هنا اوكي يكون هذا الشكل ماله. هسه دي يتحمص ويا البهارات اللي موجوده يكون رائع. من الضروري نرجع نقول تتحميص البهارات حتى تعطينا النكهه اللي نريدها احنا. اوكي هنا اوكي قلنا المي احنا مملح عندنا هنا للدجاج حتى نملح به قطع القوزة. راح ناخذ شيء قليل من الملح هنا اوكي خذنا شيء قليل من الملح. هسه هنا اوكي راح نجي ناخذ من المي اللي موجود عندنا ونضيف هذا الشكل. اخذنا من المي اللي موجود مي القوزي يعني مرصة القوز شويه وبهذا الشكل هنا اوكي. خلينا نشوف ناخذ منور ويانا لو هسه هنا اوكي نقلب هذا الشكل هنا اوكي. ناخذ شويه بعد من المي هسه هنا اوكي جهز عدي صارت الامور اوكي. راح ننتظر على الماء راح نشوفكم ايش قد مي خلينا بيه لان احنا يكون التمن نقعيقه بالساعه يكون هذا كمية المي يعني مو هواي خلينا بيه راح يشتغل ازي شيء تهدير. هسه ننتظره على ما يجهز عندنا وتكون اموره اوكي. نجي هنا القطع القوزي اللي خليناها عفوا قطع الدجاج راح نجي انا وعدين نشوفكم قطعه الدجاج صارت عدي يعني دجاجه كامله قطعناها نصفين صارت عدي بهذا الشكل هنا اوكي يعني تلوزت. هسه احنا نجي ناخذ هنا عدي راح تكون صينيه هنا ومزيتيها شويه زيت نضيف لها هنا اوكي. راح نحتاج الفرشه الى السويتش دي حتى ندهن بها القوز اللي موجود عندنا. ناخذ ام ايليا من الديوانيه. صباح الخير. صباح الخير. شلونك شيخ؟ شلونك شخبارك؟ الحمد لله انت شلونك؟ الله يحفظك، السلام عليك يا الغاليه. الله يحفظك الله يسلمك. الله يخليك، امريني. يا امي. الله يمر عليك ظالم. بس اريد صلصه تكون واحده هي للدجاج وللسمك. للدجاج وللسمك؟ تكون واحدة يعني. اوكي يعني اوكي. اي بس هذا. اوكي. راح يكون عندي الصلصة اللي هي للدجاج وللسمك. راح يكون عندنا ملعقتين معجون طماطة. كاتشب راح يكون عندي ربع الكوب. شطة راح يكون عندي ربع الكوب، راح يكون عندي خل الأبيض. خل أبيض نصف كوب راح يكون موجود عندنا. عصير الليمون هم تقريبا نصف الكوب موجود. ويانا راح يكون الثوم المهروس تقريبا ملعقة طعام. دبس الرمان موجود ويانا والكمون والفلفل الاسود هي اللي تكون للدجاج وتكون للسمك تشتغل شغل حلو يكون. هسه هنا اوكي مثل ما شفتوا اخذنا الدجاج هذا الشكل. راح نجي ناخذ الصلصه اللي موجوده صلص بهذا الشكل. ندهن هذا الوجه. ممكن نستبدل هاي الصلصه بالشطه والكاتشب. ماكو اي مشكله. بالشطه والكاتشب. ونخلي بهذا الشكل. والقوزي شوف شكل القوزي شلون لونه يكون
على صفار، لان اخذ التتبيله اللي موجوده عندي الكركم والبهارات اللي موجوده اللي ضفناها، تكون الامور ماشيه. هسه هنا اوكي صارت عندي بهذا الشكل. ناخذ زينب من البصره، راح نخليها بالفرن. يا زينب وعليكم السلام. شي دلعت احنا يوني على مود اللحم يصير بالبدايه احن سنه والنبى لا ما يصير. لا انت مثلا شنو تستعملي اللحم؟ مثلا مرقه او شنو؟ لا سلق. سلق؟ نعم سلق ممكن، ماكو مشكله. بس احنا خلينا نقول بالبدايه اللحم يكون مثلا جوليان مقطع ناعم او جوليان او خشن. لا خشن. خشن؟ نعم. ممكن احنا نسلقه بالبدايه، نسلقه بالبدايه ونشيل الزفره اللي موجوده به ونتبله بالتتبيله اللي احنا نحبها، وراها نحمصه بالزبده باي نوع من الدهن الموجود عندك، يكون روعه. اوكي؟ مرات يكون مرات يكون اللحم اذا خاصه يكون اللحمه الخشنه اذا حمصناها وسلقناها راح تجزر عندنا. اوكي؟ راح يكون صعب من تستوي. شكرا لك. شكرا لك يا الغاليه، نورتي. هسه هنا اوكي راح نشتغل المشكل بازاليا وناخذ ابو محمد. ام محمد راحت ام محمد. هسه هنا اوكي عندي هنا حتكون الشعريه، راح يكون عندي الكشمش، راح يكون عندي هنا الحمص كشمش اليوم. وهنا عندي راح يكون المشكل البازاليا. راح ناخذ الحمص المسلوق اللي موجود عندنا، راح نضيفه قبل البرياني. اوكي ضفناه هذا الشكل وننتظره على ما يجهز عندنا. راح نخليه على نار هادئه البرياني. اوكي هنا شغلنا النار على الشعريه حتى نشتغل الشعريه اللي موجوده عندنا. شعره يعني بيكم هسه هنا احكي هسه هنا اوكي هنا اوكي عندي هنا سلطه الدجاج راح تكون عندي. السلطه ناخذ مقادير سلطه الدجاج اللي راح تكون على الشاشه. اوكي راح يكون عندي صدر دجاج مسلوق، راح يكون عندي ذره حلوه، راح يكون عندي ليمون فريش، يكون عندي زيت الزيتون والملح والكمون. طيب الكمون ها ليش شكلت الليمونه مو مالتي؟ ها هسه هنا اوكي راح ناخذ الشعريه. راح ناخذ الشعريه، المي الموجود مي الدجاج راح ناخذ منه حتى نسوي به الشعريه. هنا حلو اخذنا خلينا الشعريه راح نحمصها شويه. يمشي التحميص ونقلب هذا الشكل. قلب عيني، قلب لا توقف هذا الشكل. حركة لازم حركة بالمطبخ. أسر هنا أوكي هنا نحمص بالشعرية شوية، نحمص الشعرية بعدين نضيف لها الكشمش اللي موجود. ناخذ منه دلال من صلاح الدين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا دلال. كيف شلونك كيف عبار؟ شلونك انت شو اخبارك؟ والله الحمد لله. السلام عليك يا الغاليه، اليوم شنو غداك اليوم دلال؟ ها؟ اليوم شنو غداك؟ والله اليوم غداي برياني. ها برياني الامور عدله يعني. اي تعال قدم. دجاج ولا لحم؟ صوت التلفزيون يكون شوية نصيحة حتى نقدر. ها؟ صوت التلفزيون يكون شوية تقللين من الصوت. ايه. اوكي. اريد الدولمة الصفرة. الدولمة الصفرة؟ ايه. يعني اللهانة؟ دولمة اللهانة؟ ها؟ دولمة اللهانة لو السلك. ممكن احنا اللهانة تشتغل صفرة، ازي شيء مرغوبة. إيه. وممكن السلق بدون معجون بدون اي نوع من الحمار يا الغاليه. شكرا لك يا الغاليه. شكرا.
احنا راح نشتغل الدولمه، اكيد طلبات زادت على الدولمه الا الدولمه، وان شاء الله راح نرجع نشتغل. ناخذ هسه هنا حمصنا شعريه ونحمص بهذا الشكل شويه، خلينا المشكل البازاليا الكشمش ويا الشعريه هنا. اوكي شلون بدت شويه تشقر هنا. اوكي هسه راح نجي هنا، ايش عندنا؟ راح نضيف ويان عندنا هنا البازاليا، بشكل بازاليا ممكن احنا انا احب اضيف بشكل بازاليا اللي اجيبها تكون هو التشيس الفريش مو القواطي، فتكون نكهتها غريبه، فنريد اني قواطي تكون ايه تكون اللي بيها مواد الحافظه، فما راح تكون ثقيله تفرش حياتي. هسه هنا اوكي قلب هسه هنا اوكي راح نجي نضيف من المي الدجاج اللي موجود عندنا. نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان والديكورات، ويكون هاي الاكله الجميله برعايه مطعم وحدائق اغصان الزيتون. راح نجي نضيف علينا كوب واحد، ناخذ الكوب الثاني، كوب الثاني هنا اوكي، حتى ننتظرها على ما تنشف ونشوف الدجاج شو يسوي عندنا. عدي شوف لنا الدجاج، شوف نتحمص الامور ماشيه عندنا مع الاسف. هسه هنا اوكي راح نجي هنا نطي بس الوجه الفوق، نقلل النار اللي موجوده عندنا حتى تكون التحميصه اوكي. يعني هسه طفينا النار الجوا وخلينا بس الفوق مشتعله حتى تكون الامور اوكي. راح نجي نشوف شعريتنا، نجي هنا لسلطه الدجاج اللي موجوده عندنا، راح ناخذ كاسه حتى تكون الامور اوكي. هنا عندي ناخذ ام اوس من بغداد. صباح الخير. صباح الخير، شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ امورك؟ الحمد لله تمام. الله يحفظك، سلام عليك يا الغاليه. رجعت قلبك تسلم، بس ممكن طريقتي عجينه البيت بس. طريقة شنو؟ عجينة البيتزا. عجينة البيتزا؟ اوكي. اوكي راح نعطيك اياها على الشاشة، ممكن تاخذي لها صورة. يا الغالية، شكرا لك نورتي. ناخذ عجينة البيتزا على الشاشة، يكون عندي طحين نصف الكيلو، بيكنج باودر 1 ملعقة طعام، فانيلا 1 ملعقة طعام، سكر 2 ملعقة طعام، خمرة ملعقة كوب، راح تكون عندي حليب نصف الكوب، السائل ممكن نستبدله ب 2 ملعقة باودر زيت الزيتون 5 ملعقة طعام، بيضة واحدة ممكن نصف البيضة ناخذ، ممكن ما نخلي البيض، رشة الملح راح تكون الأمور أوكي ماشية. هسه هنا أوكي نجي هنا قطع صدر الدجاج بهذا الشكل. شو تقول يا عدي؟ عدي أخذ الليمونة من عندي وعافني بعد. أطلبك ليمون، أطلبك كيلو ليمون. صدر دجاج مسلوق خليناه بهذا الشكل هنا اوكي، مسلوق وكامل بدون كل شيء، ويا السلق مالته ممكن نضيف بصله او ثومه حتى ناخذ منها نشيل الزفره اللي موجوده عندنا. وراها راح نطلعه وشويه ممكن نبرده بالثلاجه، نبرده بعدين تكون الامور ماشيه. ممكن نبرشه هذا صدر الدجاج ونسويه على شكل ناعم. راح نجي هنا خليناه بهذا الشكل، هنا عندي راح يكون الذرة الحلوة حتى ما اضيف المي اللي موجود بها، خليناه بهذا الشكل هنا اوكي. ملح راح يكون عندي، هنا عندي تتبيلة السلطة راح تكون موجودة عندي هنا اوكي. نضيف شيء قليل من عندها
خلينا هنا اوكي ماشي الامور عندنا. نشوف شكو ورانا صار. هسه هنا اوكي ضفنا شويه من التتبيله اللي موجوده. راح ناخذ زيت الزيتون. زيت الزيتون هنا اوكي. عندنا هنا كمون، راح نضيف كمون، ملعقه كوب من الكمون. الامور اوكي ماشي عندنا. يلا شيل غراضك عزل. هسه هنا عندنا ليمونه تريدها عدي؟ هسه هنا اوكي. شويه من الليمون. حتى يقول الدجاج مال الليمون. هسه هنا اوكي. ماشي الامور. حتى نوسع المكان نشوف الدجاج مالتنا. الله الله الله. هنا اوكي. ويانا طبق موجود. ملح. ونقلب هذا الشكل، يعني هاي تكون اكيد صحية. شكرا. تعال نخلي هذا الشكل. نغسل هنا. اوكي. ماشي الامور عندنا هنا. هنا عندي بقى نصف الحبة من الليمون. نغسل هنا اوكي. هذا جاهز عندي صار بهذا الشكل. راح نجي هنا. والبرياني جهز عدي صار بهذا الشكل حتى نشوفكم. لهنا اوكي. وجهزت عدي الطبقة وصارت الاوكي. ناخذ. هسه هنا اوكي. نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان، وتكون هاي الطبخه الجميله مطعم وحدائق اغصان الزيتون. يا الزيتون هسه هنا اوكي. صب عين صب لحق. صارت الامور. الله ما اقول لكم البرياني يصطلع. سيلوا عدي اذا تريدون سيلون عدي، لان عدي يتالم في الاستوديو. حيكون الحمص حسب الرغبه اللي خليناه. خلينا شيء قليل. والله شو تسوي؟ والله سالمة. هسه هنا اوكي. راح نجي هنا عندي الشعرية موجودة هنا جهزت عندي. هنا اوكي. شوف الدجاج، ما احكي لكم شنو الدجاج. سا ان شاء الله. السر هنا اوكي. نجي هنا
هنا اوكي شو تقول يا مخلص؟ يا مخلص عايفني. صار عندي. أسل هنا اوكي مثل ما تشوفون ونخلي هذا الشكل. هنا مثل ما شفتوا هذه الطبخة الحلوة الجميلة صارت عندي بهذا الشكل يعني، واعتذراني للموقف هذا. طبعا هذه الطبخة كنت محضرها بمناسبة فوز الفريق، بس شو نسوي؟ حلفنا الحظ. يلا هسه هنا اوكي مثل ما شفتوا صارت عندنا بهذا الشكل، ونحب نذكر يكون هاي الطبخة برعاية مطعم واحد أغصان الزيتون، وهذا البرنامج برعاية مطابخ السنديان، وإن شاء الله تنتظرونا باكر بيوم جديد وحلقة جديدة وطبخة جديدة. وباي باي.